السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع ربح عملة روبل. الموقع يا شباب لسه النهاردة جديد، يعني عندك المستخدمين 31، الودائع 24، مجموع المدفوعات 1 روبل فقط يا شباب، يومه الزيرو دي. هنا يا شباب اهي الايداعات في الموقع، والموقع فيه ربح مجاني وربح باستثمار. تمام يا شباب، هنجري التسجيل من هنا يا شباب. تقدر تسجل عن طريق الفي كي او الفيسبوك او الاوكي، او تضيف الاسم والايميل والباسورد. دعاية الباسورد، الاسم والايميل والباسورد يا شباب، وتعلم على الشروط تعمل تسجيل كده بقى لك حساب في الموقع. هنجري الدخول يا شباب من هنا، بنحط الاسم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل زي ما انتم شايفين كده. الموقع بيعدن على الروبل، دي خطة مجانية اللي هي خطة ستارت، دي مجانية يا شباب. طبعا في كذا خطة في الموقع لو انت حابب ان انت تودع في الموقع. تمام، هنيجي الاول على الربح الموقع المجاني. طبعا الموقع مدينا الخطة الاولانية اللي هي ستارت ديت، وده الربح بتاعها في اليوم، واسترداد خلال 5 ايام. تمام يا شباب، بعد كده عندنا هنا ضغط على الاعلانات زي ما انتم شايفين، بتدوس على الاعلان بالشكل ده، بيقول لك احذر ايه شعار الموقع. شعار الموقع اهو هو ده، هتدوس له كده، تم تجديد رمز موقع خاطئ. هتدوس على الشعار يا شباب، هيحولك على كده ليه محاولة تانية، نشر الرابط، اختار رمز الموقع. هو المفروض رمز الموقع ده اهو، اهو هنا هيحسب لي يا شباب. بصوا بعد كده في عندنا هنا 19 اعلان تصفح، وهنا عندكم دي كلها اعلان بتدي 2 سنت على الاعلان. بنفتح الاعلان برضو بالشكل ده يا شباب كده، وهننتظر لما يخلص. رمز هنا يقول لك برضو ايه رمز الموقع، اختار رمز الموقع، هندوس له كده. اهو يا شباب حسب لي زي ما انتم شايفين كده، حسب لي الضغطتين اللي فاتوا، وادي الاعلانين اللي احنا شفناهم، الاعلان اللي احنا شفناه ادانا 6 سنت. تمام يا شباب، يبقى احنا كده عندنا هنا الاعلانات بنكسب منها مجانا في الموقع ده يا شباب. وعندنا هنا المهام، في مهام اهي برضو مهمتين في الموقع، بتاخد 50 سنت على كل مهمة. يعني المهمتين دول لو عملتهم متهيألي تقدر تسحب من الموقع من 1 روبل. هنا يقول لك ايه، فقط قم بالتسجيل في موقع الفيست بوكس، ده كلنا مسجلين فيه، وهنا قم بالتسجيل في موقعهم. تمام يا شباب، دي هنا التصفح والحاجات اللي انا ربحت حصلت عليها. تمام، بعد كده يا شباب هنا اعلاناتي لو انت عايز تحط اعلان في الموقع، ومن هنا رابط الاحاله بتاعك. تمام يا شباب، هو باين الموقع عامل مشاركة مع موقع الفيستي بوكس، وهنا ديت، وهنا لو هتعمل ايداع بتيجي من هنا تختار لا يوجد بيانات على من هنا يا شباب السحب اهو، من هنا الايداع. لو تدوس انا على السحب كده هيقول لك حط العنوان بتاعك، مش هتحط عنوان، هتعمل طلب على طول يا شباب. بس اول حاجه تخش على الاعدادات من هنا اهو، وهتحط عنوان البير وتعمل حفظ. تمام، بعد كده تبدا بقى الشغل في الموقع. من هنا الايداع، بتختار من هنا في ده باين بيرفكت موني والبير، وبتودع المبلغ اللي انت هتستعمله خطة في الموقع. ندوس على اعلاناتي،
القوائم الخاصة بيا موريك ركوب الأمواج مهمتي هنا، ممكن تودع مهمة ليك، تعمل ليك إعلان يضغطوا عليه، زيارات، عايز زيارات ليك تقدر تحط في الموقع ده يا شباب. ثواني اشوف الخطط بتيجي منين. في هنا يا شباب كمان جوائز، لما بتوصل هنا للمرحلة دي بتاخد 10، باين بتفتح الصندوق دوت، وكل صندوق بيبقى ليه في مكافأة. تمام يا شباب. ومن هنا لو عايز تكلم الدعم لديك واحد رسالة، من هنا الرسائل اللي جاية لك، بس انا مش عارف الخطط اللي بتشتريها في الموقع ممكن تشتري الخطط ازاي اللي هي الخطط الاعلى، هنشوف وهنقول لكم. طلب مهمة. بصوا يا شباب، عشان تعملوا ترقوا الخطة بتاعتكم في الموقع، من هنا فتح وديعة وتختار الخطة اللي انت عايز تشتغل عليها. طبعا احنا شغالين على الخطة المجانية، لو حابب ان انت تزود ارباحك من هنا يا شباب، من رأيي ان انتوا تشوفوا ضغط الاعلانات. لو انتوا حابين تشتغلوا على الموقع وتستثمروا فيه، شوفوا ضغط الاعلانات، وصلوا 1 روبل واعملوا طلب سحب وشوفوا. طبعا هندوس هنا كده هتلاقي الارباح هتوصل لنا في حسابنا. لو دوسنا كده الحد الأدنى 10 سنت يا شباب، والأرباح بتضاف لك على الحساب بتاعك. وبكده أكون يا شباب انتهيت من الموقع. لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.